رجعت تحيلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. طبعا مبروك، فوز مهم جدا على فريق غايه في الصعوبه، فرحه كبيره ومهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ياسر ابراهيم مبروك يا ياسر، قلنا اكتر من مره رجوله واصرار وربنا بيكافحك الحمد لله. قول لي حاسس ايه النهارده بالفوز وبهدفك النهارده والحمد لله على الفوز النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك للعيبه كلها، الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال بتوعنا، هي دي قلب النادي الاهلي وهي دي الرجاله اللي بتبان وقت الماتشات الجامده والقويه دي. الحمد لله ركزنا في الماتش وذاكرنا كويس، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلع بالماتش النتيجه 1-1. كنا نفسنا نطلع بالمكسب طبعا عشان نفرح الجمهور، بس الحمد لله النتيجه برضو اللي احنا كان رقم واحد ان احنا نصعد يعني. فالحمد لله وان شاء الله نكمل ونفكر في اللي جاي عندنا. خلاص الصفحه ده نفرح النهارده ونقفلها ونفكر في السوبر ان شاء الله. الحقيقه الكل كان رجاله النهارده يا ياسر، كل ما قصرش، كل اللعيبه السوليه ديانج الشناوي الكل. تقولي للرجاله لعيبه النادي الاهلي اللي لسه ما حققتش حاجه يا ياسر؟ انا لسه قايل لك هي دي رجاله النادي الاهلي، ما حدش بيقصر خالص في الماتشات الكبيره اللي زي دي. كل واحد بيلعب بيبقى خلاص حاطط قلبه في الملعب قبل رجله، فالحمد لله هي ديت رجاله النادي الاهلي. ودايما يا رب كده مزيد من البطولات والتالق ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك. فوز مهم جدا يا كابتن ايمن زي ما انت عارف، وفرحه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي. هم دول الرجاله وهم دول لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه المميز ورجولته وشخصيه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عوده ليك.